راقب راقب بدقة وتمهل ثم اصبر ثم عض على أصابع الصبر وعندما تأتي اللحظة المناسبة اضرب ولا تهاب شيئا كواليس مهمة جدا في حلقة الليلة وإجابة على تساؤلات عديدة ماذا حدث في معبر كرم أبو سالم ليه الآن تحديدا قصفة المقاومة قاعدة عسكرية على بعد 2 كيلو من المعبر لماذا هذا القصف الذي يتزامن مع اقتراب التوصل لصفقة الصفقة التي أشعلت الأوضاع في جيش الاحتلال ما هي البنود الخفية في تلك الصفقة والتي ترفض إسرائيل الإعلان عنها تطورات غاية في الأهمية في الساعات الأخيرة نكشف عنها بإذن الله في فيديو الليلة اليوم منذ ساعات أعلنت وسائل إعلام عبرية عن تعرض معبر كرم أبو سالم للقصف عن طريق المقاومة في غزة وحقيقة الجيش الاحتلال كان يكذب كالعادة فلم يتعرض معبر كرم أبو سالم للقصف اللي اتقصف قاعدة بجوار معبر كرم أبو سالم وهقول لك ليه تلك الأكذوبة كان اعلن عن وجود خسائر كبيره ارقام اللي تسربت اربع قتلى واكثر من 30 جريح منهم حداشر وضعهم سيء جدا لكن الحقيقه كتبتها ايضا لحضراتكم على منصه اكس للحظة اللي انا بسجل مع حضراتكم فيها هناك سبع قتلى من جنود جيش الاحتلال سبع قتلى من جنود جيش الاحتلال قابلين للزياده لان في 11 اصابه في غاية الخطورة جيش الاحتلال نشر فيديوهات للمصابين وهم يذهبون أو يهرعون للمستشفيات الإعلام العبري أعلن أنه قد ضربت القاعدة هم بيقولوا عليها المعبر لكنها كانت القاعدة العسكرية ضربت بعشرين صاروخ وأن عدد المصابين كبير لم يعلن عنهم عددهم يعني وأربعة منهم في حالة حرجه האירוע המרכזי הוא בכרם שלום, בין עשרה לעשרים פיצצות מרגמה נורו לעבר המעבר, אזור המעבר, המעבר שדרכו ישראל מעבירה סיוע הומניטרי לתושבי עזה. ובכן, בין עשרה לעשרים פיצצות מרגמה נורו מעבר רפיח.

لكن جيش الاحتلال اعلن انه الضرب كان في معبر كرم ابو سالم عشان يغلق المعبر تلكيكه يعني عشان يمنع دخول المساعدات بعد هذا الحدث رغم ان القصف كان بيستهدف قاعده عسكريه على بعد 2 كيلو متر من المعبر زي ما حضرتك شايف كده لكن هم لبسوها في المعبر ايه اللي حصل بهذا الهجوم ولماذا وده السؤال الاهم ليه المقاومة قررت قصف تحشدات عسكرية عند المعبر في ذاك التوقيت؟ آه خلاص على فكرة يعني قاب قوسين او ادنى المقاومة وافقت على العرض وهقول لك ليه وافقت آه على الصفقة. آه جيش الاحتلال هو المعترض. ليه في هذا التوقيت لقصف القاعدة اللي بتقع على حدود منطقة رفح في محور فيلادلفيا والموقع تاني قدام حضرتك على الخريطة اللي حصل في الساعات الأخيرة إنه الأول مرة بيكون في اقتراب حقيقي من الوصول لصفقة شاملة لأول مرة في اقتراب حقيقي للوصول لصفقة شاملة لأول مرة منذ 7 أكتوبر الصفقة دي بتتضمن بالفعل إنهاء الحرب إنهاء الحرب المطلب الرئيس الذي لم يغيره السنوار ولم تغيره المقاومه منذ اللحظه الاخيره. والاهم من ان امريكا ستكون ضامنا خطيا اساسيا لهذا الموضوع. ضامنا خطيا اساسيا لهذا الموضوع. اقتراب الصفقه بهذا الشكل عمل ازمه كبيره جدا لدى نتنياهو وحلفائه المتطرفين اللي عايزين الحرب تستمر، لسه بن كان بيهددهم امبارح، بيقول هو عارف تماما لو ما نفذش اللي اتفقنا عليه واللي وعد واللي وعدني بيه ايه هتكون العواقب. نتنياهو بيتعرض لضغوط كبيره من اعضاء حكومته وفي مقدمتهم بنغفير غفير وزير الامن وسوموتريتش ان هم هيحلوا الحكومه في حاله حدوث تلك الصفقه. في الوقت اللي بيضغط فيه قيادات داخل جيش الاحتلال لقبول الصفقة الجنرالات المرتبطين في جيش الاحتلال زي ما قلت لحضرتك بأمريكا زي الجنرالات المصريين كده قال لك خلي المقاومة تضرب معبر كرم أبو سالم إذا الصفقة تقترب وحماس لمحت لده وأمريكا ضمن للصفقة ومتضمنة إنهاء الحرب تماماً ايه اللي يخلي المقاومه تضرب قاعده جنب معبر كرم ابو سالم في هذا التوقيت؟ اقول لك نتنياهو بقاله كم يوم بيحشد القوات والجنود في هذا المكان. المقاومه بتراقب في صمت. زادت المدرعات، زادت الجنود. كان نتنياهو طبقا لخطته اللي, اصبح القاسي والداني عارفها عايز يشعل الاوضاع ويبدا في الهجوم على رفح عشان يهد المعبد على راس الكل فالمقاومة وجدت انها ليس امامها من خيار الا ضرب تلك التجمعات عشان تقول احنا صحيين واخدين بالنا وسنوقف آه هذا الحشد ما ينفعش يكمل ما ينفعش يخش رفح رسالة انا صاحي معاك ومركز مع اي تسلل آه انت متخيل ان هيبقى مفاجئ او هتبغتني بيه استنينا لما الاعداد كبرت ده لسان المقاومة وضربنا لانك نتنياهو مش معني بالصفقة الصفقة امريكية وامريكا بتصر انها تفرض تلك الصفقة لكن نتنياهو مش عايز ف ما تعتقدش انك انت بالصفقه نيمتنا في الصفقه وبعدين ايه هتضرب ده ما ينفعش دي الرساله الرئيسه من وجهه نظرنا النهارده في حكايه معبر كارما ابو سالم ما ينفعش تلعب اللعبة التنويم دي طبعا نتنياهو قصد يشعل المعركه باي طريقه لان روحه ورقبته مرتبطه بهذا الموضوع وعمل تصرفات في الساعات الاخيره غير مالوفه يعني بعد ما حدثت تلك الضربه ظهر ضابط في جيش الاحتلال من اليمين بيتكلم على اللي حصل ואומרים, אנחנו בני חבות, וחלינו גם על עצמם של אבאים, עד שאנחנו מתרדדים, ועד עכשיו מתרדים בכל מקום הזה. לפני זמן קצר, עשרה פצמ"רים שנורים לעבר מרחב כרם שלום, לאחר הרבה מאוד זמן שלא ראינו ירי בסדר גודל ובעוצמה הזאת. יש שבעה פצועים בסך הכל שפונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שלושה מהם במצב קשה, ואנחנו נמצאים כאן עם אליה בן שמעון רבשץ, כרם שלום. ספר לי מה היה כאן. אירוע מאתגר, אירוע קשה. הפרטים עדיין... متتكلمين لئات لفخو ترى للبرتين اني جيت التخوشات والهبونات بتاعنا جامي واحنا مختلطين شيء اسكاز ده ده ونخون احنا عايزين نو هبل وتا عشان احنا مؤسسين التغوبرات طبعا هذا التصرف غير معتاد على الاطلاق اللي عمله الضابط اللي هو بينتمي لليمين واللي بيكون في الاغلب متطوع في الجيش مش مجند ده وضع استثنائي وريك الحكايه واصله لفين هذا التصريح أن يأتي من هذا الرجل في ذاك الموقع اليميني شيء مش معتاد فطبعا في انهيار نادى نتنياهو ومؤيديه وعشان كده حاولوا حشد القوات وتجاهلوا مشوار الصفقه فبيحشدوا كان في القاعده اللي جنب كارما ابو سالم كان بيشهد تخبط كبير جدا بيزداد كل ساعه خصوصا بعد اعلان حكومه غزه الموافقه على جهود الصفقه إسماعيل هنية أعلن إن نتنياهو هو اللي بيحاول يفسد بنود الصفقة التي وافقت عليها المقاومة للمرة الأولى، وإن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة زي ما بيقول هنية. رئيس تلك الحكومة بيخترع مبررات لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبدولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة طيب إيه اللي توصلنا ليه بقى وإيه اللي بيعملوا نتنياهو لإفساد الصفقة أه أه وقاعد يخبط يمين شمال أول حاجة تم التوصل إليها بعد تمسك حكومة غزة ببند إنهاء الحرب إن أمريكا وافقت إنها تكون ضامن لإيقاف الحرب لان واعتقد الكلام ده قلته لحضراتكم قبل كده مرات عديده المقاومه مش هتاخد من وعد من حكومه السيسي ولا من الحكومات العربيه فامريكا وافقت للمره الاولى برضو انها تكون ضامن لايقاف الحرب بقى مع امريكا ممكن يدخل ناس تانية بس الاساس امريكا وامريكا تعلن هذا الضمان يعني مش تمضيه وتعلنه انها تكون ضامن ده ولع الدنيا في معسكر نتنياهو بشكل كبير هودي عاري واحد من اشهر الصحفيين في الكيان اللي عملوا لقاء مع مبارك وعرفات والحسين بن طلال ملك الاردن الراحل هودي عاري ده اعتقد حضراتكم فاكرينه طلع يعلن في الاعلام العبري ان امريكا فعلا وافقت انها تكون ضامنه لتلك الصفقه وان امريكا قالت بمجرد خروج الاسير رقم 33 في الصفقه ستصبح ضامنه لانهاء الحرب وان ده ضمان اكبر من ضمان اسرائيل انها تعلن انها اوقفت الحرب يهود اعاري נכון שישראל לא התחייבה להפסקת המלחמה, לא בשלב ראשון ולא בשלב שני, אבל האמריקאים, ואני מסתמך פה על מקור בכיר מאוד ועד עכשיו אמין בחמאס, האמריקאים העבירו באמצעות הקטרים והמצרים התחייבות לחמאס שהמלחמה נפסקת, בין אם ישראל אומרת כן, בין אם ישראל אומרת לא, הם דואגים לזה שהמלחמה... مجيئة لسيومها اخري الشنوات الرئيسية من 33 الخطوفين الرئيسيين هذه الزوزة من خلال حماس الانتخابات الأمريكية شكلت أكثر من أميرة إسرائيل أمريكا أخبرت مصر وقطر فعلياً أخبرتهم أنه بمجرد اتمام المرحلة الأولى من التبادل وخروج الأسير رقم 33 هتكون ضامنة كتابياً وإشهارياً لإنهاء تلك الحرب في تطور مهم جداً في تلك الصفقة بخصوص أصحاب المؤبدات كانت آه الكيان كان رافض أنه آه أصحاب المؤبدات يخرجوا ضمن الصفقة والمقاومة من اليوم الأول بتؤكد على أصحاب المؤبدات الوفد آه العبري وفد آه التفاوض اتنازل عن هذا البند ووافق على خروج أصحاب المؤبدات. התזוזה <applause> لجبه هشمات شل أسيري العالم الكبدين شأمورين ليشتخرر بمسجرة الإسكاء بو ايو كما نكرا لزي أجمشات ويتورين إسرائيليين بأنيان أزي مين بقى من ضمن أحكام المؤبدات واللي كان جيش الاحتلال رافض تماما خروجه مش بس اه, حكومة اه, 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 جيش الاحتلال لأ ده أبو مازن والأنظمة العربية اللي بتكفل ابو مازن في منصب رئيس فلسطين لانه الراجل المناسب في المكان المناسب كان رافض كمان هذا البند واول الكفلاء جمع كفيل اللي كانوا رافضين خروج هذا الشخص المملكة العربية السعودية مين اللي عامل أزمة بهذا الشكل وحكومة غزة تمسكت بخروجه هو مروان البرغوثي زعيم حركة فتح والمعتقل من أكثر من عشرين سنة واللي بيرى أبو مازن أنه تهديد حقيقي لكرسيه لو رجع للضفة واللي حاولت مروان البرغوثي اللي حاولت إسرائيل تختاله أكثر من مرة وبعدين اعتقلته مروان البرغوثي اللي قلت لنا انه بديل ابو مازن داخل السجون وبيحظى بثقه واحترام من جميع الفصائل لتاريخ نضاله وكان بينجح في الانتخابات اللي دخلها من قبل الاعتقال اه هو ده مروان البرغوثي عشان كده ابو مازن والكفلة والخونة العرب كانوا رفضين خروج هذا الرجل لانه ممكن يكون بديل مناسب تبع فتح وهو اللي يرأس الحكومة ونخرج من حكاية حماس والمقاومة فصائل المقاومة هذه فرد مناسب جدا في البداية كان جيش الاحتلال بالاتفاق مع ابو مازن والسعودية طبعاً انه لو خرج البرغوثي او اجبروا على خروجه في الصفقه يتم ابعاده خارج غزه وكان الكلام انه يروح الاردن عشان يفضل تحت السيطره يعني انت عارف الملك عبدالله الله راعي القدس وكده فيبقى تحت السيطره عند الاردن الان بعد تمسح حكومه غزه بانه ما يروحش الاردن ويرجع الضفه توصلوا لاتفاق اه 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 متوسط ده اللي قاله الإعلام السعودي والعبري م? لا الضفة ولا الأردن الحل الوسط أنه يفضل في غزة م? عشان كده يعني يبقى ما بقاش بديل لأبو مازن لو بقى في الضفة ما يشكلش خطر كبير وما تبقاش كلمة المقاومة اتكسرت آه أنه يروح آه الأردن أو يخرج لأي إبعاده لأي مكان آخر فقالوا أن البديل آه غزة

אלי תווסלו אלי بعد תמסוק חקום את גזה בחרוג אל-ברגותי ובקאו פי אל-אראד אל-מוחתלה. שאחרי וערב ערוץ ישרק הסעודי מדווח מפי מקורותיו שברגותי, מהסירים הקביעים, צפוי להיות ברשימות של חמאס כבר בשלב הראשון של העסקה ושישראל הסירה את ההתנגדות לשחרורו בתנאי שהוא ישוחרר לעזה ולא לשטחים. דיווח כמו טלי שראינו, כמו הדיווחים האחרים, שצריך לקחת אותו בעירבון מוגבל ובזהירות המתבקשת. إذن الكيان وافق على خروج البرغوثي لغزه والبرغوثي هيكون من ضمن المرحله الاولى اللي فيها 33 اسير وان هيكون في تلك المرحله اللي سياتي بعدها الضمان الامريكي طيب ليه غزه وحكومتها ومقاومتها متمسكه بالبرغوثي انه يبقى في المرحلة الاولى لا تانية ولا تالتة مع اول لحظة المرحلة الاولى اللي فيها 33 اسير المرحلة الاولى اللي هيبقى فيها امام كل مجندة هتخرج هيبقى قدامها 20 معتقل من اصحاب المؤبدات خليني بس افكر حضرتك تكرما باللي قلتهولك ليه هذا التمسك من المقاومة وحكومة غزة أن البرغوثي يكون من ضمن الصفقة بل في طلعتها الكلام ده العبد لله الهلكم من شهرين مقاومة حددت وده جزء مهم 160 معتقل في مقدمتهم مروان البرغوثي أحمد سعدات عبد الله البرغوثي إبراهيم حامد عباس السيد وباقي الأسماء حسب أقدمية السجن دون تحديد فصيل أو جغرافيا. سؤال ليه تم اختيار مروان البرغوثي أحد قيادات حركة فتح إنه يكون أول الأسماء؟ ودي مش المرة الأولى اللي تصر المقاومة عليه وأكدت على بند عدم إبعاده اللي كانت إسرائيل بتتحدث عنه إنه يتم إبعاده. حطت البرغوثي رقم واحد ودي ودي لقطة إنسانية وسياسية ذكية جدا. المقاومة شايفة إن البرغوثي هو أحسن بديل لعباس أبو مازن. انتوا عايزين اللي يحكم ما يكونش من حماس عايزينه من فتح بالراضي الكل اهو فليكن البرغوثي ولو حصلت انتخابات في السلطه الفلسطينيه طبعا البرغوثي يكتسح يعني اللي تحت البساطير ده يعني ما يسواش كل الناس دي اوزانها النسبيه يا جماعه سواء عباس ابو مازن او الملك عبد الله او السيسي او محمد بن زايد وزنهم اللي انت بتشوفه ده الوزن ده هو اللي حدد اللي حددته اسرائيل هي اللي محدده الاوزان النسبيه لهؤلاء، فعشان كده اسرائيل وابو مازن السلطه الفلسطينيه في في ترتيبهم لو اضطروا يخرجوا البرغوثي لازم يخرج بره الاراضي الفلسطينيه. طبعا خروج 20 اسير من اصحاب المؤبدات امام كل جنديه من الاسرى هيتم فكها ده ممكن يؤدي لتبييض السجون من اصحاب المؤبدات. ده غير أصحاب الأحكام الأقل اللي هيخرجوا في تلك الصفقة والهدف واضح هو تنفيذ أول الوعود تبييض السجون تماما فاكرين الوعد ده؟ ده أيضا بند تم الاتفاق عليه في الصفقة اللي بيحاول يفسدها نتنياهو وكان بيستعد في القاعدة اللي جنب كرم أبو سالم إنه يعمل اجتياح مستغل انشغال المقاومة الشديد بالصفقة الكيان بيشهد تخبط وغليان كبير ما فيش جديد ده بيتصاعد كل يوم نتنياهو دفع بانصاره في لقطه كده عربيه متعودين عليها في الانظمه الشامخه العربيه دفع انصاره ان هم ينزلوا يتظاهروا ويطالبوا باستمرار الحرب ودخول رفح عشان ما يبقاش حد احسن من حد انصاره امام التظاهرات العارمه

على الجانب الاخر اهالي الاسرى والمستوطنين مع ومعارضي نتنياهو بيتظاهروا في الشوارع وبيقولوا لا والف لا. الصفقه الان والان تعني الان. فطبعا الدنيا مولعة في الكيان نتنياهو مش عايز الصفقة تستمر على الإطلاق عايز يبوظها الضغوط الأمريكية هائلة الضغط من المعارضة كمان غير طبيعي ضغوط أهالي الأسرة فالوضع مشتعل بشكل كبير جدا واللي وصل زي ما قلت لحضرتك امبارح لمرحلة من التلطيش والتطبيش دي مش عارفه تعرفوها ولا لا تصرفات غير معتاده اللي هو الخبر اللي قلت بالامس ونشر على كل وسائل الاعلام العبري بتاع مصدر رفيع المستوى بيقول ان حتى لو حصل صفقه احنا كده كده هندخل رفح الجمله دي يا جماعه لم تمر مرور الكرام الحقيقه فالرد ده آآ آآ نشر من مصدر رفيع المستوى برضو تاني لعبة عربية حقيرة بي... بي... قلت لك ما بتبقاش عارف مين اللي بهت على مين نتنياهو اللي بهت على زعماءنا العرب الأشاوس ولا زعماءنا اللي بهتوا عليه فنشر هذا التصريح انه يدخل رفح حتى لو حصلت صفقة فالإعلام العبري حصل فيه جنون من قصة مصدر رفيع المستوى ده اللعبة الحقيرة دي اللي هو مصر في العادي كل الاخبار بتتحط مصدر رفيع المستوى لم ي... يذكر اسمه البلد كلها دايره من مصدر رفيع المستوى انما ال... الكلام ده جنن الاعلام العبري ها الكلام ده بيحصل عندنا كل يوم بل كل ساعة ما تقول يا جماعة اسم المصدر هكذا يتساءلون في الاعلام العبري مين رفيع المستوى ده في جيش الاحتلال وفي الاراضي المحتلة في هذا الكيان على عكس مصر حصل قلبان قال لك نتنياهو بيتصلبط وبيبعت للاعلام عن طريق بن غفير ونخلي الاعلام يقول ده مصدر رفيع المستوى واحنا وصلنا لمرحله من الهزل في وقت لا يسمح ابدا بالهزل الصحفيه على سبيل المثال وليس الحصر لينور بار غيفين صرحت بتلك التصريحات שאנחנו רואים מצד אחד גורם מדיני אה, בכיר שמבהיר... למה אנחנו עדיין קוראים לו גורם מדיני בכיר ולא ראש הממשלה נתניהו, כשכולנו יודעים שזה ראש הממשלה נתניהו? זה כאילו, זה, ככה נראה חיסיון מקורות? כי בדרך כלל <חיסיון> לא אומרים לא, את זה חיסיון מקורות. אתה, זה לא חיסיון מקורות, זה ראש פחדנות. ראש הממשלה נתניהו. זה ראש הממשלה, בדיוק. אה, ככה לא אה, ככה לא משרתים את האינטרס הציבורי, בהעלמת שמו של הגורם המדיני הבכיר, שמתהפך כמו סטייק בהיסטריה תוך כדי אה, השבת. نبقى شركاء في هذا المشهد العبثي ونخبي اسم نتنياهو عن الجمهور اللي انه هو اللي عايز يبوظ الصفقه وانا لمصدر رفيع المستوى ده لا يليق بهذا التوقيت على الاطلاق זה, בואו נגיד את זה כמו שזה, הוא מעביר... אני מבקש שאת נוזפת בי, לינוי. כי אתה גם משתף פעולה עם זה. גם את עד לא מזמן, בואי, הנה אנחנו... לא, אני לא משתפת פעולה עם הדבר הזה. לא מוכנה לשתף פעולה עם הדבר אני הזה. אני, אני אני, אגיד לך משהו. זה ראש הממשלה, והוא מעביר מסרים לבן גביר וסמוטריץ', מעל הראש של הציבור, דרך גורם מדיני בכיר. (אומר בערבית: (אומר בערבית: דניה כולה ערפה, ונדעת נתניה). אנחנו עישים במזלו ובנך דעשו בעד השקל. (אומר التخبط على كل المستويات ועל כול אל-אסעייד. זה לא איזה שיח עיתונאי כזה, ואם אנחנו חיסון מקורות, לא חיסון מקורות. זו הודעה סופר משמעותית בעיניי, בסדר? העובדה שראש הממשלה מוציא הודעה במהלך השבת, עוד לפני שחמאס החזיר את תשובתו, האם הוא מקבל או לא מקבל את העסקה, מעידה מעל לכל צל צילו של ספק, שנתניהו לא מעוניין בעסקת החטופים. <אח> לא מעוניין בעסקת החטופים. עכשיו אני אגיד מה זה. מה זה אומר נתניהו לא מעוניין בעסקת החטופים? זה לא אומר חס וחלילה שהוא רוצה ان اخخا من الخلاصه بالنسبه لنتنياهو لا جديد لا جديد على الاقل بالنسبه للناس اللي بيشرفونا بالمتابعه استمرار حكومته والحفاظ على رقبته باي شكل من الاشكال ده افضل والطريق اللي ماشي فيه نتنياهو رغم ان الصفقه لم تكن اقرب من تلك اللحظه ساعات اخيره مهمه جدا وهتابعها معاكم لحظه بلحظه هتتم إيه إيه الصفقه ولا نتنياهو هيعك الدنيا اتحداك محدش يقدر يحسم لان نتنياهو زي المثل اللي شبهتهولك منذ البدايه مزنوق في الكورنر زي اي قط بائس ولا غالب الا الله وليس لها من دون الله كاشفه الى اللقاء